نادي قسنطيني طلب منا انه السياسي طلب منا انه يستفاد من حصص تدريبيه وكان له ذلك، واليوم هو على مستوى الملاعب المعشوشه بطبيعيين، وحنا وضعنا تحت تصرف ثلاث ملاعب معشوشه طبيعيين اليوم يدرب هنايا، راهو يمارس في الحصه تاعو عادي جدا، ويوم غد في على الساعة الثانية الساعة العاشرة ليلا بالملعب المحاذي لملعب الشهيد حملاوي، ملعب تدريبة المحاذي الشهيد حملاوي الملعب الجديد، وبعد غد على مستوى القطب الرياضي اللي توفر كذلك على ملعب للتدريبات ملعب جديد وتم استعماله في البطولة الإفريقية حتى الملعب الرئيسي. احنا الملعب الرئيسي يقول انه لو كان يعني نادي القسل السياسي طلب باش يستقبل فيه ما عندنا حتى مشكل، الا انه فضل انه يكمل العام الموسم على مستوى ملعب الشهيد بن عبد الملك،